الظروف تغيرت 100% والحمد لله فرحانين بهذا التغيير. والسكينة نعم والسكينة هذا المركز كيخدم حوالي 7000 نسمة. شنو الطباع ديالهم؟ كي كيحسوا براسهم واش تغيرت شي حاجة شي أمور شي؟ طبعا تغيرت بزاف وهما متشوقين أنهم يدخلوا للمركز وتبدا الخدمة إن شاء الله اللي غادي تكون غادي تستجب التطلعات ديالهم. إوا لالا نجوى كنشكرك وبالتوفيق أنت والطاقم اللي معاك، تبارك الله عليكم. شكرا.